لقاء اتحاد بالعباس بضيفه وداد بوفريك بقدر ما غابت عنه العروض الفنية غابت الأهداف والفرص السانحة للتسجيل في شوطه الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، فيما ظهر الشوط الثاني بوجه مغاير نسبيا حيث بادر رفاق مكي بالضغط على مرمى الحارس محرز الذي تصدى لعدة محاولات كانت أخطرها في الدقيقة 30 من الشوط الثاني، ويتواصل اللعب بنفس الوتيرة مع رجوع عناصر الوداد إلى الوراء حفاظا على نتيجة التعادل، إلا أن قدي المدافع الأيمن وبعد تنفيذه لمخالفة استغلها الهاشمي وسط الميدان مباغتا الدفاع والحارس في آن واحد ومسجلا الهدف الذي قضى على معنويات رفاق محرز، وينتهي اللقاء بفوز الاتحاد بصعوبة كبيرة وعليه أن يراجع أوراقه قبل فوات الأوان.